محاول محاضرة هذا اليوم تقدير مقاييس التمركز والتشتت لمجموعة من القيم باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. عند فتح البرنامج نلاحظ ظهور مربع الحوار الظاهر أمامنا. لفتح ملف جديد نضغط على Type in Data أوكي، فنحصل على صفحة الداتا إديتر للملف الجديد. الخطوة الأولى لفتح أي ملف هو تعريف المتغيرات الداخلة، وبما أن الموضوع الذي سنتحدث عنه هو عبارة عن مجموعة بيانات لمتغير واحد، فلتعريف هذا المتغير نفتح من خلال المفتاح في أسفل الشاشة Variable View لتعريف هذا المتغير، وهذا المتغير ليكون هو المتغير X. وعدد المراتب العشرية نجعلها خالية. البيانات في الداتا إديتور، ومن ثم بعد ذلك نذهب إلى القائمة الرئيسية Analyze ونختار منها Descriptive Statistic الإحصاء الوصفي، ومنه Frequencies، فيظهر لنا مربع الحوار يوجد في النافذة المتغير X. نقوم بنقله إلى الفاريبل الهدف target، ومنه نختار statistic، فيظهر لنا مربع الحوار الواضح أمامكم فيه جميع الخيارات التي ممكن أن نحتاجها في الإحصاء الوصفي: المتوسط، ميديان الوسيط، مود المنوال، سام المجموع للقيم، ثم ما يخص التوزيع، مقاييس الالتواء والتفلطح، ومقاييس التشتت ستاندرد ديفيشن، فيريانس التباين، رينج المدى، مينيمم اند ماكسيمم القيمة الأدنى والقيمة الأعلى، وستاندر ايرور اوف ذا مين. بعد تأشير هذه القيم نضغط على كونتينيو، ومن ثم بعد ذلك نضغط على المفتاح اوكي، فتظهر أمامنا مجموعة المقاييس التي تم حسابها من قبل البرنامج الإحصائي SPSS. وتلاحظون مقاييس التمركز ومقاييس التشتت واضحة أمامنا. بالإمكان أيضا حساب هذه المقاييس عن طريق آخر، فبالضغط على قائمة Analyze ومن القائمة Descriptive Statistic نأخذ من القائمة الثانوية Descriptive، فيظهر لنا المتغير X، نقوم بنقله إلى النافذة الهدف، وعن طريق الخيار Options يظهر لنا مربع الحوار الذي يتضمن أيضا مجموعة المقاييس للإحصاء الوصفي. فنلاحظ مين، سام، والستاندرد ديفيشن، الفاريانس، والرينج، ستاندرد ايرور اوف ذا مين، والكيرتوسيز. قيس بالضغط على كونتينيو ومنه الى اوكي،
فنحصل على مجموعة القيم اللي تم طلبها، وهي عدد القيم والرينج والمينيمم اند ماكسيمم مين وستاندر ايرور وستاندر ديفيشن وفيريانس ومقاييس التحدب ومقاييس التفلطح لمنحنى التوزيع الطبيعي.